صباح الورد والياسمين، خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة فكرة بين الأمس واليوم. كنرحب بكم وكنبغيكم تشاركونا وتشجعونا ودار داركم والقناة ديالكم. ومرحبا، نشارك معكم واحد الأكلة ديال الرز بلا دند والبصلة والمكونات حنا غادي نذكروهم. بسم الله نبداو. كان عندي 8 كيلو ديال لدند، كاين كيلو ديال الرز، شوية ديال الإبزار، شوية مليحة، مايز، الذرة، شامبينيون، وجدة طرية، مايونيز، زويتة، بصيلة باش غادي نشربوها ونمشيو للطريقة باش نصايبو البصيلة تاعنا ونديرو الرز يطيب في يستسلق في الماء. يلاه معانا، احنا معاكم غادي نشعلو البوطة على باش نديرو الرز يتسلق. نغسل شوية، زبيتة، يسخن شوية، شوية مليحة، نخليه شوية يسخن، غادي نكبر الرز. غنديرو الرز ديالنا يتسلق، وغنديرو الجوز تاعنا يطيب دابا يتسلق. وبعد ما نقيتو غسلتو، بعدا خليته يقطر ونقيتو الا خفت فيه شي حاجه كحله. ودابا غادي نديرو الرز تاعنا، هاكو الرز تاعنا، وغنخليوه يطيب واحد 10 دقايق حتى 15 دقيقة، حيت الرز بغا يطيب. وندوزو نديرو البصلة تاعنا تقلى ونكملو. نشرب البصلة ديالنا هكذا، البصلة زوينة طابقة على الماء، ونكملو البصلة ديالنا كنشربهم كاملين، ونمشيو نديرو في البوطة يتشحرو. تابعونا وغندوزو باش نديرو البصلة تاعنا تشحر. ندير شويه زويته، هما جوج معالق زيت الرومي، هادي نديرو البصله تاعنا، هادي تسخن، شويه مليحه، نخليوها تقلى واحد شويه، كل واحد شويه عاد نرجعو نحكو واحد راس الثومه، نديرو له شويه ديال الخرقوم، ضروره نديرو شويه على حساب اللون، هي ولا دم، نسيت ما قلتلكمش. غنشعلو البوطه باش نديرو عاد لادن تاعنا تشحر، نديرو زويته كما نزيد معالق من الثومه، هكا بعد ما سخن الزيت غادي نزيدكم واحد المعلومة، غادي نحك التومة قبل ما ندير لادان، غتعطي واحد الطيبة زوينة. كيفاش كديروها؟ أو ديروها دائما في أي رز خلو البصلة، ديرو التومة هي الأولى كلها، وعاد كبو الحوايج لي غادي ديرو، مثلا مطيشة، الكفتة، أي حاجة. شفتي واحد الطيبة غزالة، ولا البقولة ولا الفول. غنمسكو الكيس سخون دغيا، تعطي واحد الريحة روعة. نكبو لادان ديالنا دابا، ندير شوية د الملحة، وغتطيب بسهولة، شوية د الخرطوم، ضروري على حساب اللون وصافي. هنا مكناش غادي نديرو الخرطوم، غادي نتمسعنا،
هنا فيه المايونيز والخشبه الطريه، وغادي ندير واحد جوج معالق ديال الخشبه الطريه هذاك العجان حتى نشوفوه تقلى مزيان، وعاد غادي نديرو فيه. وانتوما معنا حتى نكملو الاخير، نغطيو الدم تاعنا ونخليوه يطيب على نار مهيبة بلاتي عليه، وندوزو البصلة، نحركو البصلة تاعنا نحركو البصلة تاعنا هي بدات كتنزل. غادي نزيدو فيها واحد شوية ديال الخرقوم على حساب تاهي اليوم، واحد الرويس بالمعلقة ماشي حتى بزاف كيما كتشوفو، ونحركوها مزيان ونخليوها طيب على خاطرها، ونتلاقاو نشوفو الرز ديالنا. هو هانتوما راه بدا كيطيب، راه غير واحد شوية راه بدا كيسكى، خليوه واحد شوية 11 دقايق ولا مزيد. وحنا رجعنا لعندكم نكملوا معكم هاد الخيار ديال لادان، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال القشره الطريه كما كتشوفوا، ها هي كتعطي واحد النكهه زوينه. كاين اللي كيبغي ديال الفرماج حتى هو كيجي زوين. تابعونا نكملو مع الطبق ديالنا، وغادي نشوفو الرز نتاعنا. هانتوما كتشوفو راه طاب، دابا خصنا غير نسقيوه باش نقادوه. هانتوما غزال هاد الرز كيسكى. غادي نكملو معاكم الطريقة ديال الرز بلادان. الشامبينيون هو قطعناه، القشطة الطرية، مايس حليناها، التغسلات والملح وداك الشيء اللي فيها غسلناهم وقديناهم شوية مليحة. الزيتون ما كانش ذكرته قبيلة، الزيتون كانت نساتو، والزيت ومايونيز. وندوزو الطريقة نحمطو الرز نتاعنا. غادي نديرو الشامبينيون تاعنا، نديرو مايس، الزيتون، نديرو شوية تاع الإبزار، شوية مليحة، نديرو الخشبة الطرية كاملة باش تجي مزيانة. مايونيز ونخلطو وكوينات تاعنا. نخلطو مزيان تيتخلطو المكونات، هانتوما كتشوفو. نزيدو البصلة هانتوما كتشوفو، نزيدو نخلطو. ونعمرو المول ديالنا، بعد ما قدينا المول تاعنا حنا غنديروه دابا في الطبسيل. غادي نعملو تاعنا، غادي نطلعو شوية نتوما،
ونديروا شويه البصله هنا نقدوها على شكل دائره. ندير شويه هنا نعمر هاد البلاصه. وحنا درنا الشامبينيون قلنا شويه تاع الزيتون غادي نزوقو به مع الجناب هكا. نديرو في الطر ديال الرز نتاعنا حتى نكملوه. نزيد شي حاجة وهذا الطبق النهائي ديالنا ديال الرز ولا دال وحشدة الطرية، وهو جا زوين رائع. وإلا عجبكم جربوه وشاركونا وديرو شاركونا وبارطاجيو مع العائلة ديالكم باش يوصلكم كل جديد. والتعليقات ديالكم نقبلوهم كما كانوا. وشكرا لكم مشاهدين، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. كنحبكم في